النصرة أمة واحدة. كان هذا من أهم الإيجابيات التي شاهدتها ولمستها في تلك الليلة الجميلة التي جمعت المصريين في سهل حشيش في الغردقة، حيث غنينا جميعا لمصر، غنينا أغانينا التي لا تفرق بين المسلمين والمسيحيين، وظهرت هذه الروح الطيبة التي هي روح كل مصري من داخله. ولذلك أنا كنت سعيد بالمشاركة فيها، كما أنا سعيد أيضا اليوم بالمشاركة في هذا المؤتمر، وأرجو أن يعني تزيد هذه المبادرات وتزيد الفعاليات التي تؤكد على وحدة الشعب المصري. ولكنني لا أستطيع أن أتأخر عن هذه الفاعلية التي هي في خدمة هذا البلد وتنبع من حب هذا البلد. أنا حضرت اللقاء اللي كان في سهل حشيش، كنت في البداية قد اقترحت على الصديق الدكتور الفنان أحمد شيحة أن هو صاحب المبادرة ويشفق على ذلك، طبعا عاونه كثير من الفنانين والزملاء والرفاق، اقترحت أن تكون يعني أمام الكنيسة التي كنيسة الأوراق، لكن هو أظهر بعض المبررات وبالفعل حينما ذهبت إلى هناك وجدت أنه على حق. فما هي الرسالة؟ هي رسالة من أجل الإنسانية كما وعنوان الاحتفالية، ولكنني أسأل ما هي رسالة هذه الرسالة؟ الرسالة ببساطة هي رسالة موجهة أو لكل نشاط موجه إلى الداخل وإلى الخارج، إلى كل من يريدون تفتيت هذا البلد، وإلى كل من يريدون أن ينتقلوا الثورات المصرية. تونس ستبقى دائما إن شاء الله إلى الأبد لحمة واحدة. أشكركم بحضوركم، والهدف طبعا ليس أن الجمهور قليل، لكننا نطمئن إلى أن هذا مؤتمر إعلامي صحفي سوف يوصل هذه الرسالة إلى الجمهور، وهي رسالة أظن أنها سوف تتواصل باستمرار.